ديالي سلمى الفقير، مزدادة بمدينة سلا. درست بمعهد المكفوفين بتمارة، حصلت على شهادة البكالوريا. من بعد خديت تعليم جامعي بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط، درست سنتين. من بعد توجهت لتوجه آخر، خديت درست بسونتر إيزيس التدليك الطبي، شعبة الطب الهادئ، حصلت على 4 دبلومات. من بعد اشتغلت واحد الفترة في المجال ديال التدليك. من بعد ولجت الوظيفة العمومية في 2011 بمؤسسة التعاون الوطني، والآن كنشتغل بمعهد المكفوفين، معهد محمد السادس للتربية وتعليم المكفوفين بتمارة، تابع للمنظمة العلوية لرعاية المكفوفين. والآن يعني موازاة مع هذا، مع الوظيفة ديالي، ولجت للعالم السياسي، والآن نائبة رئيس مقاطعة باب مريسة بجماعة سالة. التجربة السياسية، أنا هذه أول تجربة عندي، هذه أول ولاية. ترشحت في الانتخابات السابقة استحقاقات 8 شتنبر مع حزب التجمع الوطني للأحرار، اللي كان يعني انا اشكر يعني الحزب لانه اعطى فرصه لي انا كمكفوفه، ولكن اعطى المكفوفين يعني المكفوفين والمكفوفات بشكل خاص في شخصي انا. وفي حقيقه حظيت بالثقه ديال الحزب في شخص المنسق الاقليمي لسالة الدكتور نور الدين الزرق، رئيس مجلس عماله سالة. يعني هو اللي بحكم العلاقة اللي يعني حتى أنا دخلت الحزب في 2017 باش انخرت في الحزب، وانخرت يعني نكون نشوف الحزب يعني حزب عنده مبادئ وتوجه اجتماعي، لهذا أنا دخلت مع الحزب وعطاني هذه الفرصة هذه، والحمد لله حظيت بالثقة ديال المواطنين ونجحت في انتخابات، وصلت الحمد لله. دابا الان انا يعني من ادبر الشان المحلي بمدينه سلا بمقاطعه المريصه. حقيقه يعني ما ماشي شي صعوبات، لان يعني الحمد لله يعني عندنا اولا كمكتب متفهم، رئيس ديال المجلس انسان مثقف الدكتور عبد القادر الكحل، يعني انسان مثقف واعي بالاعاقه، ما عندوش داك يعني ما تينظر لكش ديك النظره ديال الانتقاص، بالعكس دائما كيشجعني. الاداره نسبيا بدات يعني الاطر الموظفين ديال المقاطعه يعني نسبيا بداو تيتفهموا، سي نورمال ان ماشي كلشي غادي يقتنع بك، لان باقي عندنا ديك النظره شويه ان المكفوف او المعاق بشكل عام ما يقدرش يعطي ما يقدرش يدير، ولكن كاين في اخرى اللي وهي الكبيره لان اقتنعت، وخصوصا بعد واحد التجربه اللي دوزتها مؤخرا، كان واحد بمناسبه ديال اليوم العالمي للاشخاص ذوي الاعاقه، درت كنا نظمنا واحد اليوم تفاعلي اللي كان الحمد لله عطى واحد الصدى طيب، وانا اللي كنت يعني في التنظيم وفي يعني في يعني البرنامج بعمومه انا اللي كنت حضرته، ولا يعني حتى ملي عطيت واحد الاسم يعني خديته ك سميتو في اعاقتي قوتي، عطيتو شعار تحت اعاقتي قوتي، وفعلا كان شعار حقيقي ماشي جا هكاك. الناس يعني حتى الموظفين شويه بداو يعني تيقول لك واي راه زعما كنقول لكم احنا علاش قادين، وفعلا كيقول لك راه فعلا تبارك الله. يعني انت كتقتنع، يعني خصك يعني تكون عندك مواقف اللي تفرض بها نفسك وتفرض بها ذاتك وتفرض الوجود ديالك وتفرض بانني انا راه بحالك، ويمكن بعض الاحيان نكون احسن منك انت اللي شخص ساوي. اكيد انا الثقه اللي وضع فيا الحزب في شخص، اولا يعني بشخص الموسيق الاقليمي دكتور نور الدين الزرق، الموسيقى المدينة سلا دكتور نور الدين الزرق، أكيد كانت جات بالتنسيق مع
يعني القاده ديال الحزب وعلى راسهم السيد عزيز اخنوش الامين العام للحزب. يعني اكيد كان هناك تنسيق، وهو اللي يعني هو وضع اعطى فرصه للاشخاص ذات اعاقه. كان اكيد انه كانت تعطات الفرصه بالتنسيق ما بيناتهم، يعني بحكم العلاقه اللي كتجمعنا حنا مدينه سلا مع المنسق الاقليمي، كان عنده الفكره وسيد عزيز اخنوش اكيد كان مرحب بالفكره، لان اي تزكيه كتكون يعني كتكون منسق اقليمي او جهوي راه كتجي من التاكيد ديال التزكيه كيجي من رئيس الحزب اللي عطات الفرصه للاشخاص ذوي الاعاقه. وكانت هذه ثقه بانهم حتى هما قادرين. وهذا يعني ملي تنجيو نتكلموا على الدوله الاجتماعيه راه من هنا كتنطلق. يعني ملي تنجي نحط شخص ذوي اعاقه وتندعمه وتنعطيه فرصه وتنعطيه انه يعني يكون في مركز التسيير ويكون في تدبير الشان المحلي، فهذه هي بدايه الدوله الاجتماعيه ومن هنا انطلقت. يعني راه ملي جا البرنامج الحكومي راه انطلق من قبل ما تبدا الحكومه، راه انطلق في المرحله الانتخابيه. يعني ملي جا تحط مكفوف وجي تقول لي هانت، يعني حيت هذه اول باش نقول واحد الحاجه، ان هذه اول تجربه في المغرب، اول تجربه كيكون مكفوف، يعني تكون مكفوفه اولا امراه ومكفوفه وتكون في تدبير الشان المحلي وتكون نائبه الرئيس ديال مقاطعه المريصه. وما ادرك ما مقاطعه المريصه، هي نقدر نقول هي القلب النابض ديال مدينه سلا، هي مقاطعه المريصه. يعني باش تكون هذه، يعني راه حزب التجمع الوطني الاحرار عطى فرصه كبيره للاشخاص ذوي الاعاقه والمكفوفين بشكل خاص. غادي نقول لهم الله يهديهم، لان احيانا الاشخاص ذوي الاعاقه يكونوا عندهم عطاء وتتكون عندهم قوه اكثر من الشخص الذوي، لان احنا ملي احنا كمعاقين وخصوصا احنا كمكفوفين، يعني ملي تتبغي دير شي حاجه كتقنها، يعني اي حاجه كديرها كتكون كتمكن منها وكتكون يعني كتفكر في كل شيء، يعني صغيره وكبيره اكثر من واحد اخر اللي هو سوي يمكن يغفل عليها حقيقه. ما من ناحيه الاعاقه زعما ما سبق لي زعما تحت شي موقف، لانني انا واحد ما دائما كندخل راسي كي تيقولوا ما زعما ما عنديش شي موقف صعيب هكذا عشتو في الاعاقه، ما كاينش شي موقف هكا صعيب بزاف. ولكن مواقف يعني اللي ديال الحياه اليوميه، يمكن مثلا غير ملي كتخرج، يعني كاين صعوبات في ما كاينش ولوجيات، ما كاينش طريق تتلقى الحفاري، كتبغي تقطع الشانطي، ما كاينش، مازال ما عندناش ديك المنبه الصوتي في الاشارات الضوئيه. يعني بحال في هذه الامور هذه، هنا كتحس بان الاعاقه كتقول لك ها انا معك، رانا كاينه الاعاقه كاينه. ولكن في يعني بغض النظر على هذا الشيء، هذا الحمد لله زعما ما تنحشنا الاعاقه كتشكل لي مشكل في حياتي. الحلم ديالي انني يعني نوصل اكثر في المجال السياسي، لان هذا الشيء اللي انا فيه، يعني المقاطعه كما تنقولوا عندها الاختصاصات محدوده بزاف، ما كيمكنلكش تقدم اشياء كثيره للاشخاص ذوي الاعاقه. كنتمنى انني نمشي بعيد في المجال السياسي، لما لا مجلس النواب علاش لا في الانتخابات المقبله، لان ملي كتكون في يعني في مركز يعني ديال التشريع وديال المراقبه ديال الحكومه في اصدار القوانين والمشاريع القانونيه، يعني هنا كتقدر تفرض بعض القوانين اللي خصها تطبق او اللي خصها تلغى بالنسبه للاشخاص ذوي الاعاقه. يعني اتمنى انني نمشي بعيد في المجال السياسي ونحقق اكثر من هذا الشيء اللي انا فيه حاليا. رسالتي للمغاربه، وانني حقيقه كنتمنى انهم يغيروا الفكره ديالهم على الاشخاص ذوي الاعاقه بشكل عام،
ما تبقاش ديك النظره ديال هذاك ما قادرش يدير، هذاك ما قادرش يعطي، هذاك راه والو، ديك النظره ديال مسكين كيشوفك تيقول لك ديك مسكين. تيشوفك مثلا في بلاصه كتكون في مكان احسن منه وباقي تيجي تيقول لك مسكين. كنتمنى هاد النظره هادي صراحه، كنتمنى المغاربه يغيروا هاد الفكره هادي ونوليو نظروا للشخص في ذات اعاقه كانه شخص عادي جدا، لانه كتنقص لك حاسه وكتعوض لك في حواس اخرى. ما نبقاوش نشوفوا المعاق بانه انسان ضعيف، لانه عنده قوه داخليه خصو تعطالو غير الفرصه وراه تيبين. هذه زعما اللي يعني من امنيه ديالي، امنيتي انا نولي ونبقاو غاديين في الطريق وحنا بحالنا، ما ينضركش بك النظره ديال المسكين. وما تنسوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.